بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات شعبة التغذية العلاجية، هنتقابلنا المرة الأخيرة إن شاء الله في البارت 2 في النيوتريشن إن إيجينج. إحنا اتكلمنا في البارت 1 عن الأولدر بوبيوليشن، وعرفنا الجيرينولوجي والجيرياتريكس والفرق ما بينهم والفيسيولوجيكال تشينجز في المرحلة العمرية دي. هناخد النهاردة مع بعض، وده آخر جزء إن شاء الله هنتكلم فيه في مادة الأبلايد نوتريشن، عن نوتريشن سكريننج والأسيسمنت وكذلك نوتريشن نيدز إن إيجينج. في البدايه طبعا نوتريشن سكرينج والاسسمنت، واحنا ممكن اخذناه باستفاضه في البيزك نوتريشن في الترم الاولاني، ازاي نعمل اسسمنت، ويشمل عندي اربع نقاط اللي هي الاي والبي والسي والدي اللي هي الانثروبيمتريك ميجرز، وفي عندي البايوكيمستري او التحاليل المعمليه، وكذلك الكلينيكال اكزامينيشنز والدايتري اسسمنت. كل ده احنا اخذناه في الترم الاول. ان شاء الله احنا بس هنتطرق لجزء بسيط واحنا ما اخذناه قبل كده في طرق التقييم او طرق الاسسمنت. طبعا بيحصل فيه فيسيولوجيكال وميتابوليك تشينجز ان ايجنج، وده واحد المظاهر او الاكزامبلز في او نيوتريشن تولز اللي احنا ممكن نستخدمها الانثروبومتريك ميجرز. طبعا الهايت والويت اللي بيطلع منهم البي ام اي ويز ايجنج، الفات ماس طبعا بيحصل فيها انكريزنج، والهايت بيحصل لها ديجريز نتيجه الفيرتبل كومبريشنز او ضغط الفقرات. يعني بتحس ان الناس اللي بتكبر في السن بتحس ان هم طولهم بيقصر شويه، نتيجه ايه؟ نتيجه انه بيحصل في ضغط الفقرات العمود الفقري، بتقل المسافات ما بينهم، فعشان كده بتحس ان هو بيقصر شويه. طبعا ده بيأثر عندي على البي ام اي والنتيجه بتاعته. النوتريشن سكريننج بقى والاسسمنت، في عندي حاجه اسمها الميني نوتريشنال اسسمنت، ودي ليها شكلين، في الشورت وفي اللي هي الكامله او الفول. ويمكن احنا اخذناها وعرفناها ان هي بتتكون من عندي 6 كويشنز في البودي ماس اندكس ايفالويشن، وبيبقى باخد الكرايتيريا والدرجات بتاعتها، ومن خلالها ان انا بعتمد عليها. اذا ما كانش عندي البي ام اي او المعلومات عندي جاهزه، ممكن اخد الكالف سيركونفرنس في الدرجات بتاعتي او في التعويض بتاع الفورم او التولز اللي احنا بنستخدمه في الميني شورت فورم. وفي الاخر بيحصل في عند السكريننج بتاعتها، ويا ريت ان احنا نرجع عليها تاني ونبص عليها في قلب الكتاب، لانها كانت باستفاضه في الترم الاولاني في البيزك نوتريشن عن الميني او اللي هي الميني نوتريشنال اسسمنت. ده شورت بحيث ان هو يبين لي هل الشخص ده في مرحله مال انا مرحله مال نوتريشن، هل هو في المايلد مال نوتريشن او مودريت مال نوتريشن او سيفير مال نوتريشن. يبقى دي احد الوسائل اللي احنا بنستخدمها في تحديد المال نيوتريشن في مرحله الايه؟ الايجنج. هناخد تاني نقطه اللي هي نيوتريشن نيدز. طبعا نيوتريشن ريكويرمنت انتيك بتشمل عندي نيوتريشن اوف انرجي، الكربوهيدرات، البروتين، الليبيد او الفات، المينرالز والفيتامينز والووتر والفايبر والفايتو كيميكال. هناخد كل واحد منهم على حده. اول حاجه نتكلم عنها الانرجي. بيحصل في عندي نيدز او البيزل ميتابوليك ريت بيحصل فيه ديكريز ويز ان الايدج، لان بيحصل فيه تشينجز في البودي كومبوزيشن نتيجه ان احنا قلنا ان احنا في من ضمن الحاجات الفاكتورز بتاثر عندي في الميتابوليك ريت او البيزل ميتابوليك ريت البي ام ار، ان هو طبيعه الجسم كل ما بيزيد عندي اللين بودي ماس كل ما بيزيد عندي البيزل ميتابوليك ريت، كل ما بتقل كل ما بيقل معاها البيزل ميتابوليك ريت. الانرجي نيدز، عشان كده الانرجي نيدز بتقل 3% بير ديكيد ان ادلت. طبعا الماست انكورج، احنا لازم نشجع النيوترينت دينس فود ان اماونت ابروبريت اوف فور كالوريك نيدز. يبقى انا دلوقتي هتبقى تقل عندي الكالوريز، بس اهتم بالمحتوى بتاعها، وان تبقى وجبه غنيه بالفيتامينز والمينرالز والبروتين وغيره. كميه البروتين بقى والاحتياجات بتاعتها، اقل كميه بروتين هي 0.8 جرام بير كي جي بير داي. واخلي بالي ان انا ممكن بيحصل في عندي ريكويرمنت انتيك فيري ويز كرونيك ديزيز، ممكن ديكريز الابزوربشن اند ساينيزز. يبقى انا خلي بالي ان ممكن في بعض الامراض يزيد يقل بنسبه البروتين اكوردنج للديزيز او المشكله والابزوربشن بتاعها. ونخلي بالي من نقطه مهمه جدا، البروتين انتيك شودنت بي روتينلي انكريزد،
لان الاكسس اوف بروتين ممكن يؤدي الى الاسترس او يعمل مشكله عندي في الكيدنز. كربوهيدرات، كربوهيدرات النسبه بتاعتها اقل حاجه انا اقدر اديها له اللي هي 45% ل 65% او من توتال كال. ونخلي بالي ان الفايبرز والريكومنديشن بتاعتها في المن بتبقى عايز محتاج 30 جرام فايبرز، اما الومن بتبقى 21 فايبرز عشان اتفادى حته الكونستيبيشن اللي ممكن تحصل عندهم اثناء المرحله العمريه دي. امفاسايز طبعا كومبلكس كربوهيدرات اللي بتبقى موجوده، الكومبلكس كربوهيدرات بتبقى موجوده في الليجمز، في الفيجيتابلز، في الهول كرينز اند فروتس، تو بروفايد طبعا عشان الفايبر وذ اسينشال فيتامينز اند مينرالز. يبقى انا دلوقتي عامل زي بديله ايه، انا بديلك في نفس الوقت كربوهيدرات كومبلكس كربوهيدرات عشان احافظ على نسبه الفايبر انتيك اللي ممكن تاخدها، وفي نفس الوقت تاخد الفيتامينات والاملاح المعدنيه من خلال ان انا اهتم بالخضار والفاكهه. increasing the dietary fiber to improve lactation especially in older adults، لان طبعا حته الكونستيبيشن عندهم بتمثل لهم مشكله كبيره جدا، والامساك نتيجه قله الحركه، وكذلك ممكن يكون عدم اختيار الحاجات اللي فيها فايبرز، وفي نفس الوقت قله الميه. يبقى انا دلوقتي لازم يكون في حركه ونشاط بدني مع كميه الفايبر اللي بياخدها مع شرب الميه بكميات مناسبه. الليبيدز او الدهون البرسنتايل بتاعتها بتبقى من 20 ل 35% من توتال كالوريز. وخلي بالي ان مهم جدا ان انا اخد الهيلثي فات اكتر من ان انا اعمل ريستريكتد للفات ذات نفسها. يعني انا ممكن اديله 30 35% بس نوع الدهون هو ده المهم جدا. ونخلي بالي ان دايت الفات ممكن لو انا عملت ريستريكشن ليها هيأثر عندي على التست والتكستشر والانجويمنت اوف فودز، لان طبعا احنا عارفين ان الحاجه اللي فيها نسبه دهون بتدي تيست وطعم شويه بالنسبه للاكل. فعشان كده لو انت عملت ريستريكشن ليها هيأثر عندي على استجابه الشخص ذات نفسه واخده الوجبات. يبقى مهم جدا زي ما احنا قلنا كده، دي الجمله دي مهمه جدا، emphasize healthy fat rather than restricting fat. يبقى انا مهم جدا ان انا اختار الدهون الصحيه اكتر من تقليل نسبه الدهون. خامس حاجة اللي هي الفيتامينات والمينرالز. لازم أفهم إن أنا لازم إن هو بيحصل فيه عن تغيرات في الأبسوربشن بتاع الفيتامينات، عشان كده إن أنا لازم أهتم بالكميات وأديله الريكومندد بتاعتها، وأعمل إنكارج للنيوترينشن دنس فود إن أماونت أبروبريت فور كالوريز نيد، في كمية الكالوريز المحدودة بتاعتي. أنا بهتم إن الوجبة ذات نفسها تكون محتوى من نيوترينت فاليو بتاعتها تبقى عالية. هنشوف الفيتامينات والمينرالز المهمة جدا بالنسبة للمرحلة العمرية. أول فيتامين منهم اللي هو فيتامين بي 12 بالريكومنديشن بتاعتها 2.4 مللي جرام ديلي. الريسك اوف ديفيشنسيز انكريز، ليه هو بيزيد؟ نتيجه اللو انتيك اوف فيتامين. يبقى الديفيشنسيز المحتمله حدوثها نتيجه بفيتامين بي 12 نتيجه ان انا ممكن يكون الشخص ده لو انتيك اوف فيتامين بي اللي هو المصادر بتاع البروتين الحيواني والكلام ده كلاته، لان فيتامين بي المصادر بتاعته معتمده على الاكل البروتين الحيواني، وفي ناس منهم اصلا الشهيه بتاعتهم بتبدا تقل ومش عايز ايه ياكل حاجات بروتين حيواني، او ان بيحصل فيه ديكلاين ان جاستريك اسيد. طبعا عشان يحصل فيه امتصاص لازم يكون ان جاستريك اسيد بتاعتي درجه حموضه معينه، وزي ما احنا قلنا وسبقنا ان بيحصل فيه تغيرات عندي في جي اي تي، من ضمنها ان درجه حموضه بتاعه الايه المعده في الاستومك بتاعتها بتبقى تتغير وبتقل. فعشان كده ده بيعمل تاثير في الابزوربشن اوف فيتامين بي 12. ممكن يكون بقى الناس اللي هم عشان كده لازم اهتم عشان اتجنب حته البرنيشيوس انيميا، لان طبعا الانيميا الخبيثه بتبقى نتيجه نقص فيتامين بي 12. فالناس اللي هم عندهم سنهم من 50 فيما فوق انا بحاول اديله فودز فورتيفايد ويز كريستالاين فور فيتامين بي 12 زي الفورتيفايد سيريالز او السبلمنتيشن. فيتامين دي وطبعا من 600 بياخد من 600 ل 800 انترناشونال يونت ديلي، الريسك اوف ديفيشنسي بيزيد نتيجه العوامل كتيره جدا، ان هو ممكن يكون ما بياخدش الاحتياجات بتاعته، او بيحصل عندي السكن ريسبونسيف ناس
of will as exposure in sunlight decline، يعني اننا نتعرض للشمس برضو، كفاءه امتصاص الجلد لاشعه الشمس اللي بتعمل اكتيفيشن لفيتامين دي وتحوله للصوره النشطه، او النتيجه ان الكيدنيز بيحصل فيها خلل او قصور فيها، ما بتقدرش ان هي تحول لفيتامين دي 3 للاكتيف فورم بتاعه. طبعا بنلاحظ ان في 30 ل 40% من الافراد اللي بيحصل لهم هيب فراكشرز او تكسير ان العظم بتاعهم نتيجه نقص فيتامين دي او انسفيشن او فيتامين دي. يبقى انا دلوقتي الناس اللي بيحصل لهم في كسور والكلام ده كلته بيبقى السبب الاساسي بتاعها نقص فيتامين دي في المرحله العمريه دي. عشان كده احنا بنحاول ندي لهم يا اما في صوره سبلمنتيشن في حالات الضروره، او الناس اللي هم عندهم ديفيشنسي اوف فيتامين دي. الفوليك اسيد او فيتامين بي 9 محتاج 400 ملي مايكرو جرام اوف ديلي الاونس، المفروض ناخدها. ممكن يكون الهوموسيستين ليفلز بتبدا تقل نتيجتها بقى، فهيبدا يظهر عندي الديفيشنسي اوف فوليك اسيد او فيتامين بي 9. وممكن ده مرتبط حتى كمان بوجود الالزهايمر ديزيز او الباركنسون ديزيز نتيجه ديفيشنسي اوف فوليك اسيد. عشان كده الفورتيفيكيشن اوف جرينز برودكتس هاز امبروفد فوليك اسيد. يبقى انا دلوقتي لازم اديله حاجات فورتيفيكيشن بفيتامين بي 12 بي 9 زي الموجوده عندي في البرودكتس الخاصه بالجرينز او جرين برودكتس، بيبقى معمول لها سبلمنتيشن او بعمل لها فورتيفايد عشان تعوض النقص اللي ممكن يكون في المرحله دي. لو ما جابتش النتيجه اللي هي الجرين برودكتس او ما حصلش امبروفز عندي فيتامين بي 12، فبضطر ان انا اديله سبلمنتيشن مع الفوليك اسيد، ولازم اعمل مونيتور للليفل اوف فيتامين بي 12 مع الفوليك اسيد. الكالسيوم محتاج 1200 مللي جرام كالسيوم ديري. دياتري ريكومنديشن ممكن تزيد في المرحله العمريه دي، يعني تيجي نبص عندنا مثلا الناس اللي هم اقل من كده باخد من 800 ل 1000 بس، او 800 الماكسيمم بتاعه، لكن في المرحله العمريه في الايجنج لازم اديله اكتر عشان اضمن الامتصاص بتاعه، كفاءه الامتصاص بتبدا تقل الديكريز في الابزوربشن، فعشان كده بديله اكتر عشان اضمن ان هو وصل لل 800. 4% of only 4% of women and 10% في المين age 60 and older meet daily recommendation for food source alone. Recommendation naturally occurring in fortified foods. Supplementation ممكن يكون لها necessary في بعض الناس اللي هم عندهم deficiencies او في عندهم صعوبة في الامتصاص او في عندهم مشاكل في الامتصاص، لكن احنا بنحاول ان ادي له الحاجات الناتشرال sources زي اللي موجود عندي في الميلك والميلك برودكتس، دول اهم sources of calcium. بوتاسيوم محتاج 4700 ملي جرام ديلي بوتاسيوم، ريتش في البوتاسيوم ريتش فود، ودي من ضمن الحاجات الكويسه عشان اننا نقلل من الاصابه بالبلد بريشر او الدم، وخصوصا مع الناس اللي هم عندهم هايبرتنشن. وحاول لانه طبعا احنا عارفين ان هو في علاقه ما بين الصوديوم والبوتاسيوم داخل الخليه وبره الخليه، فانا دلوقتي بحاول اديله حاجات فيها بوتاسيوم اكتر عشان اقلل حته الايه البلد بريشر واقلل من الصوديوم في نفس الوقت. الريكومنديشن اوف بوتاسيوم ان انا بديله حاجات ان هي غنيه ريتش ان بوتاسيوم من الاكل، خصوصا الخضار والفاكهه. الصوديوم محتاج 1500 ملي جرام ديلي. الريسك اوف هايبر نيتريميا كوزد باي دايتري اكسس اند ديهايدريشن، ريسك اوف هايبونيتريميا كوزد باي فلويد ريتينشن. يبقى انا خلي بالي ان انا برضو حته الصوديوم ما كترش منه اكتر من اللازم، وخلي بالي برضو ان انا ما امنعش الصوديوم نهائي عشان حته الهايبونيتريميا اللي ممكن تحصل عندهم، يعمل لهم دوار، وخصوصا لو جسمه جاف وما عندوش نسبه فلويد كويسه في جسمه. الفيتامينز اند مينرالز هناخد الزنك، يبقى انا خدت الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والزنك. المين بيبقى محتاج 11 مللي جرام، والوومن بتبقى محتاجه 8 مللي جرام. واللو انتيك ده مرتبط عندي في الامبيرد اميونو فانكشن، الانوريكسيا، اللوز اوف سنس اند تيست، والديلي للوندز هيلينج، اند بريشر السرز
ديفلوبمنت. يبقى انا دلوقتي اعرف ان الزنك ده مرتبط بحاجات كتيره جدا، من ضمنها حته السنس اوف تيست، التذوق، حاسه التذوق، عشان كده بيقل الابيتايت بتاعه. ممكن اخدناها كمان برضو بالنسبه للتشنجز اللي حصل. عشان كده انا بشجعه ان هو ياخد الفور سورسز اوف زنك، الحاجات الغنيه بيها زي اللين ميتس، الاويسترز، والديري برودكتس، والبينز والبين نوت، والتري نوتس اند سيدز. دي اغنى المصادر عندي بالزنك. الووتر، هم معرضين ان يحصل لهم عندهم ديهايدريشن او جفاف. الكوزز ديكريز فلويد انتيك، ديكريز كينج اسبابها يعني ان هو بيقل عندي الفلويد انتيك، ان هو ما بياخدش الفلويد انتيك بتاعته كويسه. الكيدني فانكشن ذات نفسها الوظيفه بتاعتها بتبدا تقل معايا. وي انكريز اللوسز caused by increased urine output through من نتيجة ان هو بياخد ميديكيشن زي اللاكسيتيف او الدايروتكس اللي هو ملينات او مدرات البول، ده بيخلي الجسم يفقد ميه اكتر. فعشان كده لازم اعوضه الميه اللي هو بياخد النوعين دول من الدراجز او الميديكيشنز. دي اهم الاسباب اللي ممكن يدخل الشخص ذات نفسه في ديهيدريشن. السيمبتومز او اللي ممكن يحصل منها الكترولايت امبالانس، altered بالنسبة للدراج افكت، والهيدش طبعا، والكونستيبيشن، بلاد بريشر تشينجز، والديزنسنس، والكونفيوشن، والدراي ماوس اند نوز. ده بيعمل جفاف حتى كمان، وده اللي احنا اتكلمنا فيها انه بيحصل في الدراي ماوس، وده بيأثر عندي على الشيوينج والسوولينج بعد كده. ونخلي بالنا مهم جدا ان انا اعمل انكارج لفلويد انتيك اتليست ان هو ياخد 1500 ملي في اليوم، او ان هو ممكن احسبها له بالكالوريز، 1 ملي لكل 1 كالوريز انتيك. والريسك الريسك انكريز بيكوز اوف امبيرد سنس اوف، لان طبعا احساسه ان هو ممكن يقعد فتره طويله جدا مش حاسس ان هو عطشان، او ما حدش بينبهه ان هو مثلا ياخد يشرب اي حاجه. فعشان كده بحاول ان انا ممكن اغير حتى كمان من طبيعه الميه، انا ممكن احط له مثلا فيها شرايح مثلا من ورق نعناع، او مثلا مثلا شريحه بغيح حيث انها برتقال، او اي حاجه بتغير من تيست او طعم الميه، بحيث ان هو اشجعه حتى ان هو يقدر ان هو يشربه. بس خلي برضو بالي من النعناع، ان هو ما يحطش بس النعناع بكميات ولا الكلام ده كلاته، لانه ممكن في بعض الناس اللي هم عندهم ارتجاع مريء تزيل عندهم المشكله. يبقى انا لما بدي له اي نصايح او اي حاجه زي كده بديها individualization، بتختلف من شخص لشخص تبع الايه الاعراض والمشاكل اللي عنده. ذات الجايد لاين فور اولد بيبول، ايه هي الجايد لاينز اللي احنا او النصايح بتاعتها؟ ان انا بحاول ان انا احافظ، بعمل مينتين للكالوريز بالانس اوفر ذا لايف تايم، عشان اقدر ان انا احافظ على الهيلثي ويت. الهيلثي ايتنج باتر، ليميت انتيك اون صوديوم، سوليد فات، ادد شوجر اند ريفايند جرينز، واعمل انكريز الفيزيكال اكتيفيتي and reduce the time spent in sedentary behaviors are also desired. يعني ايه؟ ان انا بحاول ان انا اديله ياكل اكل صحي من خلال صوديوم قليل، دهون قليل، دهون صلبه بمنعها، بالاضافه السكر برضو بحاول ان انا اقلله، والريفاين شوجر ببعد عنه. واعمل في الفيزيكال اكتيفيتي ان انا بزود النشاط البدني، وبحاول اقلل الايه القعده بتاعته، ان هو يتحرك حتى في البيت. الفوكس اون كونسيومينج نوترينت دينس فود اند بيفرج، ان انا بديله هيلثي ايتنج باترن من خلال ان انا بديله الحاجات اللي هي فات فري اور لو فات ميلك. وعلى الرغم ان انا كده النقطه دي انا مش بشجع عليها اكتر، انا بديله الميلك بتاعي هو الميلك، واحسبها من ضمن الساتوريتد فات او من ضمن الدهون الصلبه المسموح لي بها، وابعد عن الحاجات اللي هي الدهون الايه الغير صحيه من المصادر الثانيه. او ممكن اديله مودريت فات يعني متوسط الدهن. السي فودز، اللين ميت اند بولتري ايجز، والبينز اند بيز اند نوت اند سيدز. بعمل تشويز للفيجيتابلز والهول جرينز والفروتس اند ميلك اند ميلك برودكتس فور مور بوتاسيوم، عشان يديله بوتاسيوم كويس. زي ما قلت لكم كده معظمهم بقى في عندهم مثلا هايبرتنشن، او حافظ ان هو ما يصابش بالهايبرتنشن. دايتري فايبر والكالسيوم اند فيتامين دي اند نوترينتس اوف كونسيرت.
الايت فرايتي، يبقى في تنوع. التنوع ده بيضمن ايه؟ ان انا اديله الفيجيتابلز especially الدارك جرين فيجيتابلز اند ريد اند اورنج فيجيتابلز والبين والبيس. بعمل كونسيوم at least half of all grains as whole grains. طيب ثالث نقطة في الجايد لاينز، ان ترنت نيد شود بي ميد برايمرلي ثرو كونسيومد فود. وين نيدد بعمل فورتيفايد فود اند دايتري سبلمنتيشن، ممكن يكون لها يوزفول ومهمة جدا ان هي بتعمل بروفايدنج وان اور مور نوترينت ذات اذروايز مي بي كونسيومد ان ليس ذان ريكومندد اماونت. النقطة الثانية كونسيوم بعمل استهلاك للفود فورتيفايد ويز فيتامين بي 12 ساتش از، ان انا ممكن اعمل فورتيفايد للسيريالز اند دايتري سبلمنتيشن. الرابع حاجة healthy eat pattern should prevent foodborne illness، اللي هي ان لازم يكون الفود سيفتي بقى والشروط بتاعتها الأساسية clean separate will cook and chill. لازم ان انا اراعي النقطة دي عشان ما يحصلش ايه illness ومشاكل نتيجة او بتنتقل عن طريق الأورجانيزمز او الحاجات الموجودة في بعض تلوث بالنسبة للأكل. Some foods such as the milk والcheese والجويس اللي هما ما حصلهمش عملية البسترة ممكن يكون دي وسيلة ان يعني يبقى في high risk of foodborne illness and should be avoided. يبعد عن الحاجات اللي هي غير مبسترة لان بناته قليلة وما يقدرش ان هو يستحمل اي organisms موجودة ويعمل foodborne illness. خامس حاجة الكحوليك ان كونسيومد شود بي كونسيومد ان مودريشن، ان هي الناس اللي هم بيستهلكوا الكحوليات في المرحلة العمرية دي مش مسموح اكتر من وان درينك بالنسبة للوومن و تو درينكس بالنسبة للمن، ونحاول ان احنا يا ريت ان هي تكون اصلا من ضمن الحاجات الافويدد ليها. Individual should دي سادس حاجة ال individuals should meet the following recommendation as a part of healthy eating pattern. وده بتشمل عندي ان انا بعمل increasing their intake من ال whole grains وال dark green vegetables and orange vegetables وال legumes and milk. تاني نقطة نعمل choice more nutrients dense forms of food زي ال low in solid fat and free or of added sugar. آخر نقطة اللي هي lower their intake of sodium and saturated fat. يبقى هما دول تلات نقط مهمين جدا إن أنا بعملهم في الريكومنديشن بتاعتها بالنسبة للأفراد، ودي أساسية مع اختلاف لو كان عنده أي مشاكل صحية تانية ممكن نضيف ريكومنديشن أساسية تانية according للحال بتاع الشخص ذات نفسه. في النهاية أنا أخدت في النقطة دي خدنا النيوتريشن اسيسمنت وعرفنا في عندي الميني شورت فورم، وفي عندي اخدنا النيوتريشن نيدز سواء كان الانرجي والبروتين والكربوهيدرات والليبيدز، ونقطه الليبيدز دي او الفات دي مهمه جدا ان احنا قلنا المشكله مش في كميه الفات، المشكله في التايب اوف فات. الفيتامينز والمينرالز واهم الفيتامينات اللي بتاثر عندي في مرحله الشيخوخه اللي هي فيتامين بي 12 فيتامين دي فيتامين بي 9 والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والزنك. وفي النهاية خدنا الووتر واخدنا الجايد لاينز الخاصة بالمرحلة العمرية دي. كده أنا وصلت لنهاية محاضرات مادة Applied Nutrition، وأتمنى لكم التوفيق للجميع وشكرا. السلام عليكم.